انت نشأت في عائله رياضيه كبيره يعني عائله تتكون من اخوان ايضا كانوا يلعبون في نادي الهلال صحيح؟ صحيح الفئات السنيه نعم صحيح كم كان عددهم اللي كانوا يلعبون؟ كانوا اثنين اللي, اللي موجودين في الفئات السنيه كانوا اثنين في مرحله الناشئين وليد وسعود نعم اثروا على محمد كثير أجل اه اي اي اكيد طبعا ما في شك في اخوي الكبير ماجد وفيه نايف بس انهم مو في نادي الهلال وبرضو يعني كرويين ويلعبون كورة كثير. وين وين كانوا في أي نادي؟ آه لا ما لعبوا ما جد جت جه... مجد أخوي جته تجربة شوية أتوقع في نادي النصر وما كمل وأتوقع في نادي الهلال برضو ما كمل. اي نعم، العائلة يعني نقدر نقول كان لها سبب في عشقك لكرة القدم. اكيد هم 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 اخواني ما هم اخواني اللي يعني لهم خلفية رياضية ويلعبون كورة، مع العلم ان الوالد ترى مو كروي مو رياضي، م. بس انه يتابع ويشجع يعني يشجعنا ما يشجع يشجعنا في الرياضة. وش كانت ميول البيت الكروية بحكم يعني ما شاء الله كثرتكم؟ وفي ناس شاركت في نادي النصر كتجربة حتى لو كان إيش كانت الميول غالباً في البيت مختلفة ولا واحدة؟ الميول الصراحة يعني بين وبين مم. إحنا ما عندنا خال ساكن معنا في البيت. نعم. وماخذ السلطة والقوة كلها وميولة نصراوية ايه فكان كنا <applause> كنا صراحة أطفال فكان يقول تبغى تحضر مباراة لازم نروح مع جمهور النصر تبغى تحضر مباراة لازم تلبس تيشيرت النصر <applause> هذا سبب لبسك تيشيرت النصر في مرة من المرات لبست تيشيرت النصر ولعبت في الحارة بتيشيرت النصر بس الصراحة يعني تحت تهديد كان, كان القلب كله أزرق يعني <applause>